راجعت حساباتي قلت على الأقل أعطي أحد خبر إني أنا في مشكلة. اتصلت في الأهل في جدة هنا، رحيمي كان هو اللي اخترت أكلمه وكلمته، فلان ترى أنا في مشكلة، ما كنت أقدر أقول له اختطفت ويتعلق بها يعني مصير حياتي، وأنا ماني قادر أتحرك من الموقع اللي أنا فيه. وفي نفس الوقت اتصل في سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ سامي جميل الله يجزيه بالخير، قال له مين يتكلم؟ قال له صاحب التليفون، قال له طيب عبد الله بايزن فين؟ قال له موجود. ثاني طردني التليفون، فكلمني السفير قال أنا سفير خادم الحرمين في أديس أبابا، إيش الموضوع؟ قلت له الموضوع، قال لي طيب هات تفهم، حاول يتفهم معه، قال له يبغى تعال عندنا السفارة واللي تبغاه تاخده ما في داعي لي. رمى التليفون قال لي سب السفير، قال لي هذا لعب، قال إذا تمشي ورا هذول ما ياخذوك مني إلا مقطع كيلو كيلو. صار ضغط اللي عندك ساعتين زمان أهلك لازم يدبروا المبلغ. الصباح صار مرهق وتعبان، وأنا طبعا ماني تعبان بالقوة، خلاني أصلي الصبح يعني كل ما أقوم أصلي. ها نعم، قال لي لا صلاة إيه تصلي أنت، لازم تجيب لي مناني الصلاة بالقوة، خلاني أقوم أصلي. بعد كده هو قاعد يفكر كده بشيطانية، قال لي شكلهم أهلك هدول ما هم متجاوبين، ما هم أخذين الموضوع جد، لكن اتصل عليهم قول لهم خلاص ما عاد في طريقه اتصال بتليفوناتك، ما بقي اتصال لتليفوني انا، اذا بعد 4 أيام ما توفر المبلغ. قلت له طيب، قال لي المبلغ ترى ما هو المبلغ اللي انا كنت متعاون معاكم فيه، المبلغ الان 450,000 ريال، اذا ما جات خليه من سوق انه ما عاد حيسمع صوتك. صحيح هذا بني ادم ثاني يعتذر ويبكي ويقول انا اسف انا مدري ايه، انا ما ابغى منك شيء، انا خلاني اقوم اتروش واصلي والبس. إلين بعد العشاء قال لي يا عبد الله ترى أنا ما أبغى منك ولا شيء، أنت راجل طيب بس ما حد يقدر تغادر من غير 100,000. قال لي تعال أخرج، ركب لي سيارة ونيت غمارتين ومعه واحد، قال لي هذا من الشرطة، أداني رقم الحساب واسم البنك، قال لي اتصل على أولادك الآن. اتصلت على بنتي، يا بنتي ترى حطوا عن طريق الويسترن يونيون مبلغ 100,000 ريال لهذا الحساب. قال لي قول لهم ترى حتنقتل إذا ما قلت لهم، ترى الرجال حيقتلني. بعد شوية اتصلوا الأولاد قالوا لي ترى الويسترن يونيون في جدة لا ما يبيع يستقبل ما يحول إلا 10,000 في اليوم. إحنا قلنا له كده جن الرجال، لا أنتوا بتلاعبوا، هذا لعب، هذا كلام فاضي، أنا ما عاد أبغى كده، إحنا خلاص حنمشي من هنا وبلغهم دحين بعد 4 أيام 450,000 ريال في الحساب أو حقتلك بالمسدس. بعد منتصف الليل حنمشي من هنا عشان ما حد يشوفنا، وأنت هي حتشوف شيء ما مر عليك قبل كده. اصحى على غلبه، غلبه كبيره برا بينه وبين الناس ما ادري مين هم، ماني قادر اخرج ما باخرج. شويه دخل علي قال لي شوف انا قررت ما اخذ منك ولا شيء، وبكره اوديك المطار تسافر، بس اخرج دحين هذول الشرطه جوا برا يقولوا انه في احد محتجز هنا، قلت لهم ما في احد عندي غير كفيلي، اخرجوا لما انا كفيل وماني محتجز ولا شيء. قلت له انا ما اكذب، انا خلاص بديت ارتاح، قلت له انا ما اكذب الحكومه، تكذب ما تكذب الصايحني أخذني دفعني. خرجت اللي حصلت هو القبال هذا زي الحوش كده مليان عسكر، حدود 20 عسكري، فرقة كبيرة جات. أبو محمد أبشر، أبو محمد أبشر، هذه عبارتهم يستخدموهم. نط واحد فيهم قال لي في مشكلة، نط هو قال له ما في مشكلة. قلت له ليش يا أمين أنتوا كيف ما في مشكلة؟ إيش قاعدين نسوي؟ خفت طبعا من ردة فعله، طالعت فيهم وانسحبت رجعت ثاني مره الغرفه، انا خفت من رده فعل من يحس انه يائس يضربني ولا شيء. اصلا اخوانه جو مهم اقنعوه انه ترى اذا ما تفك الراجل اذا فكيته بالطيب حيتلف الموضوع، اذا ما فكيته بالطيب بعدين حتدخل في قضيه. مهم اقنعوه، ناداني قال لي تعال خلاص نمشي مع هذول. مهم اخذوني، اول ما خرجت تحاوطوني قلت يا ابوي طلعت ماني انت مع الشرطه ما عندك مشكله، ركبوني جيب ادوني مراه مترجمه تكلم عربي هي اللي كانت توضح لي، قالت لي ترى انت لا تخاف انت في يد الشرطه الان ما عندك مشكله، ايش صار؟ قلت لها ايش صار؟ قالت لي خلاص الحين حياخذوك للفندق ترتاح الليله اي نعم فندق على قد المدينه ولا تخاف، وحيعطوك ارقام رئيس المنطقه ورئيس الشرطه، لو شعرت باي ريبه في اي شيء اتصل مباشره، انما حيكون عندك حراسه. فعلا ادوني غرفه ودوني 3 حراس برا عند الغرفة، وطبعا تواصل مع الأهل ببشرهم إنه هذا طبعا السفارة على اتصال دائم، ساعة ما جات الشرطة هم متواصلين معايا، كان السفير من كان مسؤولين هناك. ثاني يوم الصباح أخذوني على الشرطة صار تحقيق،
معايا ومعاه، كان المفروض نروح للنائب العام طولوا، شايفين السفاره تتصل بي قالوا لي تتكلم مين؟ قلت لهم السفاره، واحد يتكلم عربي اخذ قاعد يحاول يتكلم مع المسؤول، قالوا يا شيخ هذا مجنون تعبان نفسيا، شوفوا حل تتنازلوا معاه. المهم وصل الكلام للسفير، اتصل على اساس السفير علي قال لي يا عبد الله سامي طلبوا منك تنازل، اساس تتنازل الموضوع مو موضوعك، موضوع السفاره. قلت له سعاده السفير اللي اكل القى انا مو انت، تنازل عن مين؟ المهم انا عمال ترى بس اداري اموري. قال لي المهم انتبه، قال هذا موضوع ما في لي. قلت له خلاص جزاك الله خير. دوي بدبر سياره اللي هم قالوا خلاص رايحين النائب العام، قال لي روح معهم. رحت معهم برضه لطعوني، رجعت السفاره اتصلت وعجلت الموضوع، جاء النائب العام واخذ اقوالي واقواله. كمان زكن علي واحد مسؤول عندهم قال لي ترى لا ترد على تليفون من تليفونات الجماعه هذول، ما ادري من ناحية أمنية أحسن لك أقطع التواصل معهم إلين تخرج. فعلا زي ما توقع هو تليفونات تليفونات، لأن أنا خفت اتصلت قلت لهم ترى أنا صرت خايف من المشوار من هنا للمطار هذول ما أدري إيش الوضع. قالوا لا تخاف تفسير دبلوماسية ما عندك مشكلة. الساعة واحدة خرجت من الفندق المطار سويت إجراءاتي، بعد ما انهيت إجراءاتي اتصل علي مسؤول برضه من السفارة قال لي خلاص جواز كل شيء الجواز. قلت له خلاص أنا الآن بس باقي أركب. قال لي خلاص الله معك. والله اول ما وصلت هنا اول واحد اتصل علي السفير الله يجزيه بالخير، بعد خلاص رجعنا البلد. الشكر طبعا لكل المسؤولين، يعني هنا في المنطقه طبعا الشكر موصول لسمو الامير المنطقه والنائب والمحافظ جده ولكل المسؤولين الامنيين اللي جابوا مع اسرتي في هذا الموضوع، الله يجزيهم عننا خير كلهم. حقيقه انا بقول لان كانت هذه الايام ايام محنه كبيره، فبحمد الله منحه عظيمه اكتشفت فيها عظيم فضل الله علينا واستجابه دعاء المكروبين وعنايه الله التي تحيط بعباده المظلومين. ثم إني في غاية الفخر والاعتزاز ببلادي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز ولي عهده واهتمامه البالغ بشؤون المواطنين ورعاية أبناء المملكة حيثما كانوا حيثما حلوا. وهنا أتوجه بخالص الشكر والعرفان وعظيم الامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده على التوجيهات العامة لحماية المواطنين والخاصة لإنقاذ حياتي من الجنان المجرمين. ثانيا قد كانت هذه المحنة فرصة بالنسبة للاكتشاف الدور الفعال للدبلوماسية السعودية وقدرة الجهات الأمنية والدبلوماسية على تقوية جسور التواصل مع دول الصديقة والشقيقة، واستخلصت التقدير الكبير الذي تحظى به بلادي المملكة العربية السعودية من عند الحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي، ووجدت كثير من التعاطف والحفاوة عند المسؤولين والوجهاء في أثيوبيا بعد خروجي بحمد الله. وتوجه هنا بالشكر الجزيل إلى سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة الأستاذ سامي جميل وإلى معاونيه الكرام، كما أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في شرطة مدينة خميسي وإلى النائب العام وإلى كل المسؤولين الأمنيين هناك. من هذا المنبر أتوجه بالشكر الجزيل وخالص الدعاء كل الذين وقفوا وساندوني وآزروني في محنتي كلهم باسمي، سائلا المولى جل وعلا أن يجازيهم خير الجزاء ويبعد عنا وعنهم كل مكروه. ولا يسعني إلا أن أوجه من خلال جريدتكم الموقرة نداء عام إلى القراء وإلى جميع أبناء بلدي راجيا منهم ومن غيرهم من أحبابنا عبر العالم الدعاء لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز ولي عهده بالنصر والتأييد والتمكين، وأن يحفظ الله بلادنا من كيد المتربصين ومن العداة المعتدين ومن كل عدو، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. آمين. إنه على كل شيء قدير.